العاشرة مع كريم حمادي. السلام عليكم. في عام دراسي غير منتظم وبعد تحديات أمنية وصحية، أكملت وزارة التربية والتعليم هذا العام باعتماد قرارات استثنائية العام الدراسي الماضي، عالجت فيها ظروف الطلبة سواء باعتماد المعدلات التراكمية أو الجانب الإلكتروني، فيما كانت نقطة الوصل بينهما تجربة امتحانات السادس الإعدادي والتي أفرزت نتائجها نسب نجاح مرتفعة ومعدلات عالية، أربكت حسابات وزارة التعليم المرتبكة أصلا بتعاملها مع هذه الظروف. في العاشرة هذه الليلة نسأل عن الحلول المرجوة واللازمة لتحضيرات العام الدراسي الجديد وتسوية أوضاع الطلبة وقبولهم في الجامعات، ولكن نشاهد التقرير أولا. حين عاد نابليون بونابرت من إحدى حروبه، سار على استدعاء وزيري التعليم والعدل وسألهما عن حالة التعليم ونفاذ القانون، وحين طمأناه تنفس الصعداء وقال: إذن فرنسا بخير. فيما يخص العراق، دائما يطرح السؤال خصوصا حول التعليم، التعليم الذي ظل مستواه معقولا رغم الظروف الشاذة التي مر بها العراق من إرهاب وفساد وتراجع في البنى التحتية وغياب عن التصنيفات العالمية. في العام الدراسي الماضي تضاعفت المشاكل وتراجعنا خطوة إلى الوراء بسبب وباء كورونا الذي عطل كل شيء، ضيع على الأولاد سنة دراسية في جميع مراحل التعليم الأولية والثانوية والجامعية. هل كان يفترض إلغاء السنة الدراسية كما اقترح بعض الخبراء؟ هل نجح التعليم عن بعد واستخدام المنصات الإلكترونية؟ أسئلة تثار في الكواليس ولا تخرج إلى الإعلام إلا نادرة. وفي الأخير، قد يكون الأولاد والبنات نجحوا وحققوا درجات غير مسبوقة، لكن هل جاء ذلك ضمن ظروف طبيعية؟ كلا، ولهذا حامت الشكوك وبدأ أن القفزة في المعدلات العامة أحرجت وزارة التعليم العالي وتجاوزت قدرتها الاستيعابية. ورغم أن الوزارة طمأنت الطلبة وقالت إنها سوف تحتضنهم وتفتح 5 كليات وتستحدث 50 قسما، إلا أن الشكوك ما زالت تحوم، فالحلول الاضطرارية تأتي دائما على حساب المستوى العلمي، ثم لا ينقضي وقت طويل حتى تظهر بهذا المستوى أو ذاك. هذا على المستوى العلمي والإداري. أما على المستوى المادي فهناك كارثة حلت على العوائل ذات الدخل المحدود، فالكساد أوقف عجلة المال، وهذا انعكس على إمكانية مواصلة الدراسة في التعليم الخاص والموازي، وهو ما اضطر الدولة للتدخل، فجاء الدعم وإن كان جزئيا. إذن التعليم في العراق لم يكن بخير خلال السنة الماضية. ماذا لو جاء نابليون وسألنا عنه؟ أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. نرحب بضيوفنا الأكارم، السيد قصي الياسر رئيس لجنة التربية والتعليم النيابي، مرحبا بك سيد قصي، والدكتور حيدر العبودي المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، مرحبا بك دكتور حيدر، والسيد حيدر فاروق المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية، مرحبا بك سيد حيدر. سيد قصي، أول شيء هسه الناس تسأل سؤال، شو وقت راح تبدأ السنة الدراسية؟ يعني بالنسبة للتربية أو التعليم شنو اللي عندكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية لك ولضيفيك الكريمين ولمتابعي قناتكم المحترمة. حقيقة القطاع التربوي كبقية القطاعات والمؤسسات الحكومية اللي تأثرت بالفساد والمحاصصة طيلة 17 سنة الماضية، وكنا نتأمل أن يستهدف التغيير العملية التربوية بصورة خاصة، لكن للأسف أهملت هذا القطاع، أهمل من جميع الحكومات المتعاقبة، وبالتالي الجيل الحالي كان يفترض باعتبارهم جيل 2000 كان يفترض أن يتوجهوا حاليا إلى الجامعات، لكن الآن هم متوجهين إلى ساحات التظاهر للاحتجاج
ضد الحكومة وضد سياسة الدولة العامة فيما يخص القطاع التربوي، ووصل الأمر بالمحتجين إلى غلق المؤسسات التربوية، ومن أدى ذلك إلى يعني تعطيل الدوام وكذلك انتشار الفيروس، فكان عام دراسي صعب جدا حقيقة. لكن الحمد لله تم التنسيق كلجنة التربية مع وزارة التربية، وعملنا جاهدين استضافات كثيرة، نقاشات، لقاءات مع الوزارة، وتم الاتفاق على أن يستمر العام الدراسي الماضي وأن تحتسب سنة للطلبة والتلاميذ وعدم ضياع العام عليهم، والحمد لله تم بشكل يعني مقبول. حاليا هناك مباحثات ونقاشات مع الوزارة، قدمنا كلجنة تربية نيابية عدة مقترحات بخصوص العام. أربع مقترحات سمعت، ست مقترحات تقريبا. هسه الانتشار يعني ابو اليومين بيومين، كل مرحله يومين، الان لا يوجد يعني وقت او يوم رسمي للمباشره بالدوام، لكن هناك مواعيد ومقترحات اوليه من قبل اللجنه ومن قبل الوزاره ايضا. يعني على شنو اعتمدت المواعيد الاوليه؟ هسه ما ادري يعني عن المواعيد، ربما ماكو فد شيء محدد. نعم، حتى الناس تاخذ رسمي. بس المعنى الأول كمقترح من لجنة التربية، المعنى الأول بتحديد بداية العام الدراسي المقبل هم خلية الأزمة الحكومية بالتشاور مع وزارة الصحة ووزارة التربية، وهم اللي عندهم صلاحية كمقترح يعني لجنة التربية. يفترض الآن اليوم احنا نتكلم بصراحة، يعني التحديثات الأخيرة للصحة العالمية بأن الأطفال يعني نسبة تعرضهم للفيروس قليلة، لكن هم أداة نقل للفيروس، وبالتالي يعني أنت تعرف البيئة المدرسية بيئة غير سليمة بالوضع الطبيعي، فكيف بالوضع الحالي؟ أنا هسه أرجع لك، لأنه أنا عندي غير معلومات فيما يخص هذا. يعني ما أقدر الأساتذة دكتور حيدر وأستاذ حيدر أبو التربية يعني أخذ من عندهم معلومات عن خلية الأزمة وأنت أدرى بيها، أكو تفاصيل أخرى راح نرجع لها أثناء سير البرنامج. دكتور حيدر، قبل أيام عقدت مؤتمر برعاية السيد وزير التعليم العالي عن خطة القبول الحالية. طبعا قطعا هنالك إحراج بنسبة معينة بسبب المعدلات العالية أو اللي حصلت يعني، وكانت مفاجئة للجميع. شو راح تعملون إياها؟ شكرا لك أستاذ كريم، وتحية لسيد النائب أستاذ حيدر ولجمهورك الكريم. حقيقة وزارة التعليم العالي في بداية العام الدراسي 19-20 تجاوزت مرحلة المفاجآت، كونها بدأ عامها الدراسي في الجامعات العراقية يشوبه شيء من الاضطراب بسبب الاحتجاجات، صعودا إلى دخول جائحة كورونا على الخط، فكل الإجراءات كانت استثنائية والمعالجات أيضا استثنائية ولم تكن مرتبكة كما وصفت جنابك في المقدمة. حسابات وزارة التعليم العالي حقيقة وظيفتها أن تنتج حلولا في وقت الأزمات ولا ترتبك، لأنها هي وظيفة يعني مؤسسات غير نمطية لها قابلية. إذا كانت الأزمة نمطية ممكن أن تضع حلول غير مرتبكة، لكن إذا كانت الأزمة متغيرة ومتحولة مثل كورونا تضع حلولا متغيرة، فالارتباك ليس بسببكم وليس لستم أنتم من خلقتم الارتباك، الأزمة أنا بسبب الظروف. ولذلك أستعير ما إشادة منظمة اليونسكو التي أشادت حقيقة بسرعة استجابة وزارة التعليم بتوفير البدائل الإلكترونية وعدم ضياع عام دراسي على الطلبة العراقيين في هذا الظرف، وأكملنا المشوار وأكملنا الامتحانات. الآن يعني حضرتك يعني وصلنا إلى مرحلة كيف نتعامل مع مخرجات وزارة التربية والأعداد المؤشر عليها ارتفاع على مستوى الأعداد وعلى مستوى المعدلات. يعني مجانية التعليم في العراق تمثل معطى حاكما من الناحية الدستورية، وهذه المجانية وهذه النافذة أعطت الحق لكل العراقيين أن يدرسوا ويكملوا مشوارهم الدراسي في الجامعات مجانا وفقا للدستور العراقي. من هذه الزاوية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها المعنية والمختصة ولا سيما الجامعية منها معنية باستيعاب هذه الأعداد وتوزيعها وفق خارطة ومعادلة
شفافة وعادلة تقوم على معدل الطالب وعلى رغبته التي تحدد وجهته وعلى الطاقة الاستيعابية. الطاقة الاستيعابية للجامعات معيار حاكم، وعلى هذا الأساس يضع الطلبة اختياراتهم وفق أولويات محسوبة، وعلى أساس هذه الاختيارات تكون المنافسة والمفاضلة، وتكون المجموعات العلمية يعني حاضنة لكل الأعداد بنسب مختلفة. أنت عراقي، والعراقي بس يعبر 90 رأسا يتحول طب صيدلة، طب أسنان، كذا، هذن الطبية والهندسية والطبية في أول في الدرجة الأولى. فبما أنه هالسنة التسعينات صعدت، وصلت يعني 98 و 99 بشكل هائل يعني، فلا بد أن يكون المجموعة الطبية يعني في سلم الأولويات الأول بهذا الزخم. نعم، عليها إقبال كبير، وهي ليست هذه الحالة ليست وليدة العام الحالي. يعني العام الماضي كانت مثلا أذكر حضرتك مثال كلية الطب جامعة بغداد، كان الحد الأدنى في كلية الطب جامعة بغداد 99.9 هذا العام الماضي، وكانت مخرجات 3 أدوار يعني من فئة الطلبة الذين يحملون معدلات محصورة بين 95 معدل إلى 100 فأكثر تجاوزت عتبة 12897. فهذا التزايد بهذا النمو على مستوى المعدلات والأعداد تتعامل مع وزارة التعليم بشفافية وبعدالة، لأن معيار هو المعدل ورغبة الطالب والطاقة الاستيعابية معايير حاكمة بالتصنيف ووضع الأمور في نصابها. يعني لابد من أنه نتناقش بهذا الارتفاع بالمعدلات، ولكن بعد أن أسأل يعني طبيعة هذا الارتفاع، هل هو يعني سهولة أسئلة، ارتفاع المستوى العلمي لطلبتنا؟ ولكن أستاذ حيدر فاروق، الناس يعني الأكثر تخوفا الناس في وزارة التربية، يعني لها علاقة مع وزارة التربية، لأنه المراحل الابتدائية المتوسطة الكذا، الناس تتساءل عن استعدادات وزارة التربية لهذا الموسم. وإذا كان زعل دكتور حيدر من كلمة المرتبكة، فوالله بالطريق الناس تقول لي وزارة التربية هم مرتبكة. لا، اليوم هي وزارة التربية مو مرتبكة بقدر ما التحديات تكون صعبة. تحدث قبل قليل، يعني تحية طيبة لك وتحية طيبة لي أيضا لضيفيك الكريمين ولجمهورك الكريم. اليوم التحديات هي تحديات صعبة لكل المؤسسات ولكل الوزارات وللشخص نفسه، الإنسان نفسه هو لديه تحدي كبير في ظل هذه الظروف. كيف أنه أنت تتحمل مسؤولية ما يقارب 10 مليون طالب وتلميذ، إضافة إلى أسرة تربوية؟ أعتقد ويمكن أنه يأيدني السيد النائب بهذا الموضوع، يمكن هذه الفترة هي أكثر الفترات تشاورا وتفاهما بين لجنة التربية النيابية ووزارة التربية في إيجاد حلول وإيجاد معالجات لعام دراسي إذا ما تحدثنا عن العام الماضي بدأ متعرجا، وربما أصيب بعد ذلك بشلل نصفي بعد الجائحة. لكن كانت القرارات اللي أصدرتها وزارة التربية قرارات تم الإشادة بها من الجميع بأنها قرارات عبرت بالمرحلة إلى خلينا نقول إلى بر الأمان، وكذلك أنه الامتحانات النهائية حتى حين كان هناك نقاشات حادة، وممكن أنه عدة قرارات أو عدة أقاويل أو ربما من يضع العصا في العجلة على أن لا تقام امتحانات، لكن وزارة التربية أصرت على أن تكون هناك امتحانات. يعني وكان أيضا هذا مشهودة لكم لوزارة التربية وأيضا لجنة يعني التربية النيابية بالتشاور مع اللجنة أنها أصرت على الانتخابات أو على الامتحانات، يعني لم تستسلم لقصة التراكمي وبعض المطالب العجيبة. بالتأكيد هذا اللي أيضا كان في التقرير، أنه الاعتماد على معدلات تراكمية، معتمدنا على معدلات تراكمية، اعتمدنا على درجات نصف السنة ونهاية الكورس الأول. بالنسبة للعام المقبل لدى وزارة التربية ما قلنا شيء. لا، مو احنا ما اعتمدنا على تراكمي، يلا ما اعتمدنا على تراكمي، احنا بس نشير الى الكلمات يعني لا براحتك.
هو انت مو قلت الدكتور زعل مني الاتفاق كل اتجاوز السادس. لا لا انا ما اقصد انه اعتمدوا على لكنه بحساب المعدلات نصف السنه مع الفصل المقترح للسادس اعدادي فقط مو بقيه المعدلات. وكان نقاش ايضا مع لجنه التربيه النيابيه بخصوص هذا الموضوع تم استضافه معالي وزير التربيه وايضا رئيس اللجنه الدائمه للامتحانات ومعاون مدير عام التقييم والامتحانات. لكن كعام دراسي مقبل اليوم ممكن انه حيث تناخذ تجارب من دول متقدمه بدات بشكل مبكر عام دراسي بعد اسبوعين او ثلاثه اغلقت المدارس. اقليم كردستان بلش وما اغلق شو يفرق عنه؟ لا ما هو احنا هذا اللي شو يفرق عنه، هو بدا قبلنا، احنا ماشيين على الخطوات ذاتها. يعني فقط انه كان التشاور مع وزارة الصحة كان من المفروض أن يبدأ العام الدراسي خلال هذه الأيام، لكن كان هناك أيضا رأي لوزارة الصحة ممكن بعد 14 يوم من زيارة أربعينية الإمام الحسين بسبب هذا الزخم مراقبة الموقف الوبائي، بعدها يتم الاتفاق على إعلان موعد رسمي لعام دراسي جديد. جد تقريبا عفوا أستاذ حيدر اليوم أن وزارة التربية هي وضعت البداية تشرين الثاني هو موعد لعام دراسي جديد، لكن مثل ما ذكر السيد النائب كل القرارات هي مرتبطة بخلية الأزمة. يعني وزارة التربية تطرح الآلية وتطرح المقترحات، يتبقى على خلية الأزمة هل ممكن إجراء العام الدراسي وفق هذه الظروف. يقال أنكم أنتم كوزارة أيضا أعلنتم بعض مخاوفكم باعتبار معلوماتي تقول أنه مراقبي الصف السادس امتحانات البكالوريا كثير من المراقبين أصيبوا بجائحة كورونا يقترب العدد من 3000 مراقب. لا صحيح هذا الكلام؟ لا لا غير صحيح، لم نسجل أنه مش قلت رقم يعني لو ماكو أحد انصاب. لا ممكن تكون أرقام بس مو شرط أنه هو انصاب بالامتحانات. يعني اليوم هو 3 ساعات بالامتحان ممكن هو 4 ساعات بالسوق. يعني مو فقط أنه اليوم احنا بنتحدث عن عام دراسي. يعني اليوم قبل قليل ذكر السيد النائب أنه الأطفال ممكن الطلبة خلينا نقول بهذه الأعمار هم ليسوا ممكن أقل عرضة للإصابة بالمرض لكن ناقل جيد، يعني مثل الأكسجين لا يشتعل لكنه يساعد على الاشتعال، بالتالي هو يعني المن راح ينقل المرض للعائلة؟ ما هو الأب يطلع برا يشتغل والأم تروح للسوق، يعني هي عملية متشابهة. بالنتيجة الحياة يجب أن تستمر. يعني الحياة تستمر والتعليم يجب أن يستمر. ما احنا ما أصدت شنو استعداداتكم فيما لو أقر أو خلص سيد قصي شنو اللي طلبتوه من الوزارة حتى يحضرون أنفسهم للوزارتين حتى يحضرون نفسهم لبداية العام؟ يعني الدول صحيح بدأت قبلنا وصحيح اشتغلت قبلنا، ما فهمت لحد هاي اللحظة أقليم كردستان ليش بلش قبلنا؟ واحد هو يختلف لو شنو قصته؟ هل مستعدين أنه تعقيمات بالصف وكذا هذه موجودة عندنا نقدر؟ يعني تعقيبا على سؤال حضرتك بالنسبة للمعدلات العالية، شخصيا كنت أتوقع أن تكون السنة تختلف عن السنوات السابقة من حيث المعدلات وستكون مرتفعة لعدة أسباب. أولها هو تقليص المنهج من قبل الوزارة، وبالتالي يعني بعض المواد 5 فصول امتحن بها الطالب، فهي أكيد تنعكس على الأداء الطالب وامتحانه. يعني ليس الدلالة على ارتفاع مستوى علمي؟ يعني موجود ارتفاع المستوى العلمي لكن هذا أحد الأسباب. يعني الطالب كان يمتحن بمنهج كامل وكانت أكو معدلات عالية، الآن يمكن 1/3 المنهج موجود يمتحن به طالب، فهي تنعكس على درجته وعلى معدله. ممكن تعرضوا لضغط هواية. الأمر الآخر هو الوقت. الوزارة يعني كان أكو وقت كبير. ما رادوا يحطون أسئلة صعبة؟ أسئلة الوزارة كانت مطلب يعني حتى من لجنة التربية بأن تكون الأسئلة تختلف عن السنوات السابقة. يعني أنت تعرف أكو دول امتحنت إلكتروني وبما فيها يعني التعليم العالي. يعني كبلد عراق لا نعترف بالتعلم عن بعد، لكن بسبب الظرف اللي حصل اضطروا يستخدمون الامتحان الإلكتروني. فكان يعني هاي الأسباب توقعنا من خلالها أن ترتفع النسبة. بالنسبة لإمكانيات وزارة التربية والعام الدراسي المقبل، يعني حقيقة بالوضع الطبيعي السابق هي البيئة المدرسية الموجودة بيئة طاردة للتلميذ بصراحة. يعني تعرف الكثير من الحالات صارت عدوى بين الطلاب لأمراض بسيطة، فبالتالي قرار استئناف العام الدراسي قرار صعب جدا، والوزارة حقيقة في موقف صعب. يعني
تحديد بداية العام هي مسؤولية كبيرة ربما تتبعها حالات إصابة وازدياد. راح ناقشك ببداية العام ومسؤوليتها، ولكن لفت انتباهي قولك أن المدرسة مالتنا هي بيئة طاردة. ما تقصد بالبيئة الطاردة؟ وهل يعني بيئة الطرد مقصودة؟ يعني قلت لك هي الفساد أثر، المحاصصة اللي لا زالت مستمرة لحد هذا اليوم أثرت على القطاع التربوي. أكثر. اليوم المدرسة ودي طالب شنو ما يفهم شنو بيئة طاردة. قبل 20-30 سنة الصف برحلة وصبورة ومروحة. زين. حاليا احنا بال2020 الصف برحلة وصبورة متهالكة ومروحة لو موجودة لو لا. لا وسيلة تعليمية، لا معلم متدرب على المادة، المنهج اختلف عام بعد عام يختلف، فأكيد تكون بيئة طاردة. يعني هذا بسبب الفساد تقصد؟ لو أكو هنالك من تقصد أن يجعل الشعب العراقي يعني متخلف رأيي الشخصي بضرب رأيي الشخصي تربيته رأيي يعني الشخصي التعليم مستهدف حتى من دول خارجية، وبالتالي احنا ليش رفعنا الآيات اللي تتكلم عن بني إسرائيل ومواقفهم ضد المسلمين والأحداث ليش رفعناها؟ أكو تدخل خارج صار بالموضوع ورفعت هاي المواضيع والآيات القرآنية. صحيح أستاذ حيدر فاروق، رفعت آيات بتدخل خارجي؟ لا إلى الآن يعني ما المنهج يعني تغييرات المنهج لا لا المنهج موجود يعني المنهج أستاذ حيدر. نعم. المنهج خلي أحكي لك، المنهج تغير يمكن 5-6 مرات. أكو بعض المناهج تغيرت مو بسبب لا تدخل دولة ولا شيء، وضعت أخطاء أجلكم الله عفوا تافهة في الطباعة حتى تتغير الطباعة. صح؟ لا هو اليوم ليش؟ التغيير لإعادة يعني التغيير حتى أكو فلوس أكو نسخة تكون منقح. لا أنت كل عام نفس الكتاب حتى اللي إذا كان مؤلف قبل 4 سنوات كل عام أنت تطبع، لأنه أنت عندك طلبة يجون ينجحون يعني مثلا من هاج الخامس ترى أكو قضية موجودة بالنزاهة هسا هذه اللي بالنزاهة ولجنة التربية تعرف بيها هسا هذه إذا بالنزاهة يعني حلونا إياها لا حلوها هسا يم النزاهة غير تنحل إذا تقول يم النزاهة غير النزاهة تحلها بعد طبعا أي هي واصلة سائرا يعني. مسارا لا لا أنا أتحدث لك يعني قبل قليل تحدثت عن منهاج يعني أنه كل عام يطبعي، لذلك هذه مو أسا اليوم والبارحة، منذ زمن بعيد أنا طالب صف يعني بأي صف من الصفوف ممكن أشوف الطبعة الأولى ممكن أشوف الطبعة الثانية. في بعض الأحيان أكو تغيير معلومات ممكن تغير في الكتاب، وفي بعض الأحيان أكو صح أخطاء، وفي بعض الأحيان يطبع الكتاب مو لأنه بيخطأ لأنه الوزارة بحاجة إلى هذا الكتاب فتطبع. خلي أكمل ويا سيد قصي. سيد قصي ما علمنا أيضا أو وصلنا من أنه خلية الأزمة أبلغت وزارة التربية ولجنة التربية النيابية أنه احتمال في شهر 11 تكون الموجة الأكبر من فيروس كورونا، وطالما أن الطلبة ناقل للمرض فسيكون مؤثرا وسيكون هنالك انتشار قد يصل إلى 10,000 إصابة في اليوم. هذا الكلام صحيح لو من عدة همين جاي طلعة؟ يعني كلام رسمي من خلية الأزمة لحد الآن ما وصلنا أي شيء رسمي، لكن أنا عندي لقاء مع بعض الأخوة في لجنة الصحة والبيئة يعني متخوفين من مسألة العام الدراسي، عندهم نظرة بأن أما يؤجل أو تكون حلول يعني استخدام التعليم المدمج بحيث تكون الأعداد قليلة داخل المدرسة وداخل الصف الواحد. فلحد الآن كخلية أزمة ما أنطت رأي رسمي بالموضوع. سيد العبودي، حيدر العبودي. نعم. يعني أنتم آلية بدء العام الدراسي هل ستستمرون بالتعليم عن بعد الناجحة التي يعني أثبتت نجاحها في الدراسات العليا وفي ما جرى في الأشهر الماضية؟ نعم. لو شنو قراراتكم؟ منذ شهرين حسمنا هذا الموضوع وحددنا ملامح الوجهة المقبلة. طيب. العام الدراسي سيبدأ 6/12/2020 وسيكون فيه التعليم المدمج حجر الزاوية في هذا العام الذي يزاوج بين التعليم الإلكتروني. نعم. والتعليم الحضوري بالنسبة للتخصصات ذات المساحات التطبيقية والتدريب العملي. هذه المزاوجة حقيقة ستوفر مرونة أيضا على مستوى الطاقة الاستيعابية للكليات وستتيح للطلبة أن يمارس يعني أو يعني يتلقى
وحداته الدراسية العملية المطلوبة حتى في جامعات محافظاته، ولا يتطلب ذلك انتقالا من محافظة إلى أخرى بحكم تواجده في هذه الجامعة أو تلك. هذا الموضوع حقيقة يعني أصبح يعني مضمونا أساسيا لخارطة العمل وخطة العام الدراسي المقبل لكافة المراحل، وأيضا هذا ينطبق على الجامعات الحكومية والأهلية بذات التنسيق وذات البرنامج تماما. بس ما يشمل إقليم كردستان طبعا. إقليم كردستان يعني ضمن الصلاحيات والقوانين المعمول بها في في الإقليم لهم صلاحية تقديرية في يعني مراعاة ما يرونه مناسبا. استعداداتكم لهذا الأمر عندما ستبدأون بالتعليم المدمج، شنو اللي خليتوه بالوزارة؟ مثلا راح تفرضون فحص يومي على الطلبة، راح تفرضون كمامات على الطلبة، التباعد الاجتماعي شلون راح يصير، اكو تعقيم وتعفير، يعني هل التفاصيل شوي تشغل الطلبة واولياء امور؟ والله سيدي الكريم لم تعد تشغل البال كثيرا للأمانة، لان اصبحت من بديهيات الحياة الان هو التعفير والتعقيم وخاصة في المؤسسات. يعني الجامعات بالنسبة للحضوري، الجانب الحضوري اللي هو الأحد الشقي التعليم المدمج يعني الذي يتواجد فيه الطلبة في المختبرات، سيقتصر الدوام في حتى هذه اللحظة على يومين، وهناك مطالبات من يعني المختصين في الحقل الطبي أن يزيدوا هذا اليومين ويجعلوه 3 أيام في المختبرات. يقول هناك حاجة ماسة إلى تكثيف الجانب التدريبي لدى طلبة الطب. تدري دكتور، وصلت مسجات ورسائل من طلبة يعني طلبة كليات يقولون احنا مستعدين للدوام بشكل كامل، يعني نعم ولذلك يعني كامل. وهذا على خلاف التوجه وخلاف التوجس العام او خلاف التوقع، خلينا وخلاف التوقع عالم ملت الجهات. يعني هناك مطالبات وحملات وهاشتاغات بانه يرغبون بالعودة الى قاعات الدرس، ومن خلال منبركم نعم وزارة التعليم والجامعات جاهزة للعودة الى الدرس متى ما اشارت ويعني أعطت الضوء الأخضر خلية الأزمة. أفهم منك أنه هذا التعليم المدمج يعني خطوة أولية، قد في أي لحظة أو أي أسبوع أو أي شهر من العام الدراسي تقولون عودة كاملة وهكذا حسب الوضع العام. بالضبط، ويعني خلية الأزمة أصبحت قراراتها تمثل معايير للعمل ومعايير للبرامج الموضوعة. لكن بكل الأحوال التعليم الإلكتروني نعم بدايته كانت طارئة، لكنه تحول أو أسس لثقافة تحول باتجاه الخدمات التعليمية الرقمية. تدري هسه هاي هواي أكو مسؤولين وكذا كانوا ماخذين شهادات عن بعد وكانت غير معترف بها، هسه راح يحاججونه هواي. دا وما زالت، لأن أسس معادلة الشهادة سيد الكريم رقم 5 لسنة 76 هي لا تتعاطى مع ولا تعترف ولا تعادل الشهادات المأخوذة عن بعد، لأن يتطلب من صاحب الشهادة أن يكون أكمل دراسته ومدة الإقامة المتصلة وفق السياقات المنصوص عليها في التعليمات. طيب السيد حيدر فاروق، أود أن أسألك عن موضوع انتشر كثيرا في الفيسبوك أنه مدارس الناصرية بحدود 20 إلى 25 مدرسة نتائجها العامة بالنجاح 0 في الامتحانات النهائية، مدى دقة هذا الموضوع؟ لأن أيضا تساؤلات وصلتني. لا، النتائج تقريبا متساوية في جميع المحافظات، ماكو يعني إذا إلى 0 ماكو هيجي نتائج، يعني ماكو مدارس بالناصرية أخذت رقم 0 بالنجاح كل طلبتها راسبين؟ لا، مو كل طلبتها راسبين. اليوم الدرجات اللي 0 مو شرط أنه هو راسب، أنه اللي ما يطلع معدلة ممكن أنه هو أجل درس، ممكن أجل درسين، ممكن هو معيد بس بدرس كل المدرسة درسين. يعني مدرسة يشاركون بها قول 100 طالب، 100 طالب كل 100 طالب ولا واحد بهم ينجح؟ بالعكس، الناصرية اليوم عندهم نتائج إيجابية يعني جيدة بالناصرية. أكو مدارس يعني بالناصرية والبصرة نسبتها 0، ومن ضمنها مدارس أهلية حسب ما المعلومات اللي عندنا. يعني في بعض الأحيان 0 حتى مو يجي لأنهم ممتحنين أو لا، يعني ممكن أكو خلل في الامتحانات، بالتالي المديرية العملية تقيم والامتحانات تقيم هذا الموضوع على أنه 0 لتشكيل لجنة ودراسة هذا الموضوع، بعدها تكون ممكن النتائج محجوبة، بالتالي أنه تعرض هي 0. لكن بعد تشكيل اللجنة وبعد معرفة شنو هذه الأسباب تعلن نتائجها بشكل إيجابي. عفوا أستاذ حيدر، يعني حتى في السنوات السابقة كان أكو نتائج كثيرة، أي موجودة هي هذا الموضوع، لكن يعني النسبة النهائية ما تقدر تقيسها بالدور الأول،
يعني لأن أنت عندك دور ثاني وعندك دور ثالث بالنسبة للمرحلة. إحنا اليوم حتى وزارة التربية عندها ما مهتم للدور الأول. ما أعتقد طلعت عندنا في أي سنة من السنين إنه مدرسة إذا أعتقد لا. قوانين وزارة التربية فورا تعاقب الإدارة تعاقب إذا طلعت نسب النجاح صفر. إذا طلعت نسب النجاح صفر أكيد تعاقب الإدارة، لكن أنه بس بالحديث عن أنه لابد أن تشكل لجنة لمعرفة هذه الأسباب، يعني مو تكون أنه اعتباطا مباشرة ليش هذه القرارات أو اتخذ هذا القرار بهذا الشكل. لا، لابد أن تشكل لجنة من المديرية العامة للتقويم والامتحانات ولجان خاصة. إضافة إلى ذلك ممكن أنه تطلع هذه النتائج السلبية اللي نقول عليها، هناك لجان من وزارة التربية ترسل إلى كل المحافظات تقريبا لمعاينة الامتحانات العامة. يعني اليوم الامتحانات العامة مو هي مجرد أنه أسئلة وزارية وأعطيت للطلبة وخلاص أنه نهاية الامتحان أكو نتائج. فهو هذا حتى نفس الحديث ممكن أنه عن اللي تطرق له السيد النائب أيضا وما تطرقت له عن نسب النجاح العالية في كثير من السنوات ممكن بعض الطلبة يأجل درس إلى الدور الثاني حتى يشوف معدله، إذا كان معدل عالي ممكن أنه يمتحن الدور الثاني أو لا. هذا العام نتيجة أنه تقليص المواد وحذف بعض المواد الطالب شاف نفسه أنه متمكن من هذه المادة، بدأ أنه يشوف مجاوب في كل المواد، وكانت الأسئلة أيضا هذا ما وعدت به وزارة التربية في حديثة قبل قليل وسؤالك أنه الأسئلة ستكون مراعية لهذه الظروف. اليوم حتى طالب مو ذنب أنه جائحة كورونا وكل اللي صار، لذلك وزارة التربية راعت الأسئلة وكانت من المنهج بشكل دقيق من المنهج. ممكن حتى كثير من عندها أمثلة موجودة داخل الكتاب جاءت بشكل نصا أو بتغيير أرقام بسيطة. حتى الحذف اللي اعتمدته وزارة التربية اعتمدت على إبقاء المواد اللي ممكن يكون لها بعض الصلة في التعليم العالي. لذلك اليوم أنه إحنا ما نتحدث على مستوى تعليمي أنه ممكن أنه قلل من قيمة المادة العلمية. اليوم مو كل المادة اللي يدرسها الطالب في الصف السادس الإعدادي راح يدرس إضافة إلها في التعليم الدور العالي. الدور الثاني شو راح تعملون إياه؟ الدور الثاني كما في الدور الأول، نحن لدينا طلبة إلى الآن لم يؤدوا امتحان الدور الأول، وزارة التربية أعطتهم الفرصة ممن لم يجد نفسه أو يجد نفسه غير متأهل وغير مستعد بشكل كامل لأداء الامتحانات في الدور الأول يمتحن الدور الثاني ويعد له دورا أولا. إضافة إلى ذلك الطلبة المتأهلين من الامتحانات التمهيدية الخارجي سيؤدون امتحان الدور الثاني على أنه دور أول. أكونية أنه المتأهل من الامتحانات الخارجية بالنسبة، هذا أيضا وصلني تساؤل أو طلب من بعض الطلبة اللي بالامتحانات التأهيلية بالنسبة للسادس ما نجحوا، أكو دخول شامل لهم لو ماكو؟ لا سيدي العزيز، الامتحان التمهيدي يعتبر بمثابة السعي السنوي الذي يؤهل الطالب إلى الدخول إلى الامتحان النهائي. يرسب به معناها غير مؤهل. لذلك حين اعتمدت وزارة التربية الدخول الشامل للصفوف أو للطلبة المنتظمين، اعتمدت الدخول الشامل على أن يكون قد أدى امتحان نصف السنة بغض النظر عن النتيجة، يكون حاضر في امتحان نصف السنة حتى لو كانت نتيجته كلها أصفار، بالتالي أنه يدخل إلى الامتحان. أي شخص ما أدى امتحان نصف السنة من الطلبة المنتظمين لا يحق له الدخول الشامل في الامتحانات النهائية. أقصد الطلبة الخارجيين. أي الطلبة الخارجيين الامتحان التمهيدي يعد بمثابة السعي السنوي. فاللي ما ناجح. متى سيكون الامتحان الدوري؟ 31/10 إن شاء الله ستبدأ الامتحانات. بشكل طبيعي بشكل متشابه مع الدور الأول. بالتالي أكو حتى اللي ممتحنين الدور الأول أنه اليوم الطلبة جميعهم طلبة بشكل واحد. ما أدي في الدور الأول يؤدى في الدور الثاني. ماكو امتحانات خارجية بالنسبة باقي مراحل، فقط السادس فقط السادس الإعدادي، لأنه تم اعتماد درجة نصف السنة بالنسبة للثالث المتوسط والسادس الابتدائي. الطالب المتقدم على أو المتقدم على الامتحان الخارجي ليس لديه امتحانات نصف السنة، وقرار الأمانة العامة أنه فقط ما يسري على الطالب المنتظم يسري على الطالب الخارجي وبالعكس. بالتالي الموضوع أنه خلص، يعني سنة 2020 صف السادس الابتدائي والثالث المتوسط لا يوجد هناك امتحان وزاري، لذلك وزارة التربية عمدت إلى سحب الدفاتر للصف السادس الابتدائي وكذلك الثالث المتوسط، وبعد ذلك أعطت الدخول الشامل حتى يكون لديها قاعدة بيانات أنه هذه هي الدرجات، درجات المرحلة الابتدائية، نهاية المرحلة الابتدائية ونهاية المرحلة المتوسطة. طيب سيد قصي، السؤال يعني أسأل لحضرتك لكنه يشمل
التعليم العالي هو مسألة الموازي، التعليم الموازي. اليوم أكو اعتراضات كثيرة من طلبة يقولون إحنا هذا ضد مجانية التعليم، يعني كلام كثير في قصة التعليم الموازي، فيا ريت تنورونا، وأيضا مدام الدكتور حيدر موجود هم يشاركنا الحوار أيضا. يعني أنا حقيقة تواصلت مع الدكتور نبيل وزير التعليم العالي بخصوص مخرجات وزارة التربية والمعدلات العالية، فطمأن الرجل خيرا، وحقيقة كلامه كان مطمئن لنا جدا، ويعني حتى وصل إلى كلمة رائعة قالها، لو بيتي يعني يستوجب أنطي على مود يستوعب الأعداد اللي طلعت معدلات، لأن نعرف إحنا معاناة العوائل من أجل أن يوصل الطالب أو ابنهم يعني إلى هذا المستوى وهذا المعدل. فحقيقة كلام الرجل مطمئن ومتفهم جدا للواقع الموجود حاليا. بالنسبة للتعليم الموازي، يعني حاليا أكو توجه وحتى من لجنة التربية النيابية بإلغاء التعليم الموازي، وأعتقد قدموا الأخوة في اللجنة مقترح لإلغاء التعليم. السيد الوزير خفض نسبة أجور التعليم الموازي إلى 50%، أتصور هذا التخفيض هو تمهيدا لإلغائه. دكتور حيدر، شنو معلوماتكم؟ حقيقة يعني آخر الحوارات اليوم جرت في مجلس النواب، يعني تم استضافة مع السيد الوزير في لجنة التعليم النيابية، ونوقشت ملفات كان واحد منها التعليم الموازي. مدى دستورية هذا النمط من التعليم؟ البعض يقول هذا يخل بمجانية التعليم، لكنه واقعا أنه الدستور العراقي الذي نص على مجانية التعليم حدد ثلاثة أنواع من التعليم. اللي هو التعليم المجاني اللي هو الأساس اللي يتم به القبول المركزي وإلى آخره، والتعليم الأهلي منصوص عليه، والتعليم الخاص. احنا هنا في منطقة التعليم الخاص التي أتاحت التعليمات وقرارات مجلس الوزراء السابقة أن تستحصل الوزارات أجور مقابل خدمات معينة، وهو منصوص عليها ضمن الإيرادات التي تدخل في صندوق التعليم العالي المحدد له تعليمات 171 لسنة 2018 التي عدلت ونشرت في جريدة الوقاع. فالغطاء القانوني لهذا النوع من التعليم متوفر، وهو حقيقة يوفر دعما للكليات، خاصة كليات الطب والتي تشهد إقبالا كبيرا وتحتاج إلى استحداث وتطوير مختبرات، لأن الجامعات العراقية حتى هذه اللحظة حقيقة يعني فيها مشكلة من ناحية التمويل، لأن الجامعات اليوم ربما لا تتلقى سوى مرتبات. ممكن يعني توضح للناس أن التعليم الموازي، التعليم الموازي هو يعني هو الدراسة داخل المؤسسات الحكومية لكن مقابل أجور محددة. وفي هذا بالأمس تقريبا، بالأمس اتخذ قرار على تخفيض نسبة أجور التعليم الموازي لجميع الطلبة بكافة المراحل، المستمرين والطلبة الجدد. يعني الرينج مالتها التخفيض سيكون 50%، يعني يعني أي طبعا، والأجور تختلف بحسب التخصصات. ممكن تعطينا نماذج للأجور، يعني أدناها وأعلاها؟ ممكن حسب التخصصات، يعني أعلى التخصصات اللي عليها إقبال كبير اللي هي كليات الطب طب. يعني يحدد لها مبلغ اللي هو 9 ملايين سنويا. اي بالضبط 9 ملايين. الان بهذا التخفيض نزلت الاجور الى النصف، هي مراعاه للظروف الوضع الحالي، والاقل اجورا يعني ربما تصل الى 900 او 750 الف بالنسبه للتخصصات الانسانيه. نعم، هي هذه. اي وهو يعني يحدث نوع من التوازن لدى الطالب، يعني الطالب يحس انه مرتاح بالخيار، هل يذهب باتجاه التعليم الاهلي أو اتجاه التعليم الموازي الذي تتبناه الجامعات الحكومية. كل هذه المعطيات وجهة الوزارة وين؟ وهو خيارات بالمناسبة، يعني ربما البعض يتوهم أو يفهم بشكل غير دقيق أنها خيارات إجبارية على الطالب. لا يوجد إجبار على الطالب، الطالب مخير أمام هذه المساحات وهذه المسارات. حينما لا يعجبه نتيجة القبول المركزي، نتيجة معدلة أو نتيجة خطأ من قبله بالاختيار الصحيح، يذهب إلى تعليم مسائي،
تعليم أهلي وتعليم موازي، وإذا لم يعجبه كل هذه الخيارات فالدراسة خارج العراق ربما يفضلها البعض. وجهة نظر الوزارة باتجاه يعني الإصرار على هذا التخفيض أم الإلغاء كما الإلغاء سيد الكريم حتى يرى بعض نواب اللجنة؟ يعني أمام الرأي العام سيلحق ضررا كبيرا بالمؤسسات الجامعية الإلغاء، لأن المؤسسات الجامعية اليوم حقيقة لا تمتلك غطاء ماليا كافيا لإدامة واستحداث متطلباتها ومختبراتها، أبدا لا تمتلك. وهذا يعني يتطلب تمويل ليس بالقليل. يعني اليوم التدريسيون حينما ننشر بحوث في مستوعبات سكوبس على سبيل المثال من يدفعها؟ يدفعها التدريسي نفسه الآن اللي أصبح راتبه متأخرا بصراحة. فإذا هذه الإدامة للمختبرات والمتطلبات والقاعات وتطوير الطاقة الاستيعابية التي يطالب بها الشارع العراقي الكريم تتطلب ذلك أموالنا، ولا نمتلك سوى مدخرات ومدخلات صندوق التعليم الذي يدخل فيه موارد من التعليم المسائي، من منح الوثائق والشهادات، وأيضا من النفقة الخاصة الناتجة عن التعليم الموازي. واضح. سيد حيدر فاروق، هناك أيضا تساؤل لمواطنين عديدين عن المدارس الأهلية وأجور المدارس الأهلية، خصوصا أنهم دفعوا أموالا لموسم غير مكتمل، فكيف سيكون التعامل معها في الموسم القادم؟ هذا ممكن هذا الدراسي. أيضا هذا الموضوع تم الحديث به مسبقا في العام الماضي وكثيرا تم الحديث. وزارة التربية هي أنه العام الماضي ما كان كورونا يعني لا في نهاية يعني كانت هناك المناشدات أنه أعطينا أموال بالتالي ما أكملنا عام دراسي. فيما يخص المدارس الأهلية، وزارة التربية هي تمنح الموافقات ضمن الشروط واللي موجودة بافتتاح المدارس الأهلية، لكن الجانب المالي لا تتدخل به الوزارة. الجانب المالي هو اتفاق يكون بين الأهالي وبين المدرسة، لذلك نشوف الاختلاف واضح. ممكن أنه تكون مدرسة في المنصور أهلية أجورها تختلف عن مدرسة ممكن في المعامل أو ممكن في الناصرية. بس دخلت الوزارة بتخفيض الأجور يعني بنسب المئوية، وكان هذا أنه قرار هيئة رأي بتصويت، لذلك يعني مو اليوم الوزارة اتخذت هذا القرار ضمن نظام معين أو ضمن قرار أو قانون موجود بتخفيض هذه الأجور، لذلك طرح على هيئة الرأي وتم التصويت عليها أن تكون بنسبة 10%. لكن هناك أيضا يعني شوف للمفارقة أيضا في محافظة البصرة حينما فرضت من المحافظة على المدارس الأهلية، وأنتم على دراية بذلك أيضا، تكون الأجور 50% المدارس ما التزمت بهذا الموضوع، لأنه هذا مو من ضمن الصلاحيات التي تمنح أنه تفرض عليها الأجور، لكن من صلاحيات المحافظة. نعم، لكن في الناصرية كان هناك تجمع بعض المدارس الأهلية خفضوا الأجور إلى 50%، وكانت مبادرة من يعني من رابطة المدارس الأهلية. لذلك اليوم نشوف أنه اختلاف الأجور من المدارس الأهلية من مكان إلى آخر، إضافة إلى الخدمات المقدمة من قبل هذه المدرسة يعني إلى الأهل. الوزارة مأيدة هاي المبادرة مسوين نسبة التخفيض 25% بدل 10% كان أفضل. هي مبادرة، لا القرار اللي 10% جاء قبل التخفيض اللي 25%. كانت هناك كان مقترح لجنة التربية بأن يكون التخفيض 25%، الوزارة أصرت على أن تكون النسبة 10%، لأنه هذا اللي ممنوح له بقرار هيئة رأي وليس بقرار يقدرون هيئة الرأي من الوزارة مو مستوردين، لكن أنه مو مفروض على المدارس الأهلية بقرار، ما مفروض بقرار أبو المدرسة الأهلية مو يتحكم بينا. هسه اليوم مو أبو المدرسة الأهلية من أصدر هذا القانون، ممكن تعديل هذا القانون اي يعني هو هذا اللي تعديل هذا القانون صحيح. يعني ليش انا اخلي الكره بملعب التعليم العالي او وزاره التربيه؟ هيئه الراي صوتت على 10%. نعم مو صحيح. نعم كانت هناك كانت تقدر ترفع النسبه الى 25% وتكون نسبه عادله. بالتالي ايضا المدارس يعني احنا بالحديث عن المدارس الاهليه، المدارس الاهليه ايضا لديها يعني اعطت انه الموافقه اجور الموافقه بشكل كامل، لديها الضريبه، لديها ما تعطي انه للبلديه من اعلان من ماء من كهرباء، كل هذه الأمور دفعتها المدارس الأهلية. صحيح حيدر، يعني أتمنى أنه الوزارة لا تدافع عن لا اليوم هذا مو دفاع، هي مؤسسات ربحية بالنتيجة اليوم هذا مو دفاع، خلي قلبكم على المواطن. لا أكيد إحنا وأبناء العراق هذول سيدي العزيز، اليوم إحنا اللي مضطر يروح لمدرسة أهلية، الجميع اللي حاضرين لسنا بمحامين
عن عن يعني ممكن انه انا ويمكن ما اعرف اذا الدكتور حيدر يسمح لي بهذا، انا والدكتور حيدر لسنا بمحامين عن وزاره التعليم العالي او عن وزاره التربيه. طبعا بالمناسبه إن انا اشكركم لانه حضرت. شوف اقول لك شيء استاذ حيدر، انا اشكركم انت والدكتور حيدر على حضوركم طبعا مع كل الاعتزاز بحضور سيد قصي رئيس اللجنه، لانه الوزارتين للاسف الشديد في خضم هذه الازمه اللي يفترض انه يكونون باستمرار امام الناس ويوضحوا لهم، لانه انتم علاقتنا بكم قويه، ابنائنا يمكم، يعني انتم مسؤولين عن ابنائنا بالنتيجه. ف يعني ما يصير احنا نبحث وراء السيد الوزير مع كل احترام له ومع الساده الوكلاء، وكيل او وكلاء يقول لك ايه وراء ساعتين يعني قصه، لا تخلونا هيك نتعب وراء الوزاره. أنا أشكركم أنتم شخصيا لأنه حضرتوا ممتن منكم كثيرا، بس أقول لك الوزارتين، أنا ما أقول لك أنت تدافع عن الناس، أنا أتحدث عن الوزارة. الوزارة لما لجنة التربية تقول لهم خفضوا 50% يروح يخفض 10%. لا هذا قانون، هذا بالقانون. وبالمناسبة ترى المدارس يعني وافقت على 50%، أحكي لك وافقت على 50 ثم بادرة وخفضت على 50%، بس من إجى أمر الوزارة تراجع وقال لا خلاص بعد إجى أمر الوزارة. ال 10% كانت قبل أنه تبادر هذه المدارس بال50% ال10%، كانت هناك مدارس قدمت 7% تخفيض 7%، الوزارة رفعتها إلى 10%، يعني كانت هذه المدارس. المدارس الأهلية يا سيدي الكريم، المدارس الأهلية تأخذ أول بأول قصة النقاش اللي دار في الوزارة. لا ما تأخذ أول بأول. لذلك هناك الإشكالية كانت أن بعض المدارس ما تعطي الوثق. لا ما تعطي الوثق. لحد الآن أكو تقصير بالموضوع، ما مستلمين نتيجة مالتهم بالسماوة. جتني رسالة هسه من السماوة، أكو مدارس بالسماوة أهلية ما تقبل تنطي نتائج والامتحانات ما تقبل تنطي النتائج لأنه تريد يعني الاقساط مالتها ما مدفوعه بشكل كامل، حتى وفق التخفيضات مال الوزاره هم ما تقبل تريد كاملته. لا هذا الموضوع لا انه لا التخفيض 10% صار التخفيض التخفيض للجميع. التزام من قبل من حقهم ينطون النتائج. هو يريد المدارس الاهليه، هو يريد فلوسه، يقول له انا ما اعطيك نتيجتك اعطيني فلوسي كمل، انت مرتبط بعقد وياي انه تسلمني هالقد فلوس وبهذا المقابل تنهي العام الدراسي. هذا يعني هو هذا الموضوع اللي يقول به عقد بين الاهالي وبين المدرسه. سيد قصي، ايضا هنالك سؤال يعني بالدقائق الاخيره، بعد الاحداث اللي صارت عن قصه قبول اصحاب الشهادات العليا، بمعنى احنا عندنا ازمه باستيعاب الشهادات العليا، هل سيكون هنالك تخفيض؟ وايضا نفس السؤال موجه الى الوزاره، ماذا قلتم في ذلك؟ ما هو رايكم في ذلك؟ يعني سمعنا هنالك اكو تخفيض راح يصير، تقييد فيما يخص الشهادات العليا والدراسات العليا اللي انفتحت بشكل واسع في السنوات الماضيه. يعني بالنسبه لوزاره التربيه تحديدا هي تخضع لاكمال الدراسه لخطه وزاره التعليم العالي ووزاره التخطيط حسب حاجه الوزاره، يعني كل عام الوزاره ترفع احتياجاتها وتجي الموافقة من قبل وزارة التعليم العالي ووزارة التخطيط. فيعني حاليا وزارة التربية إلى الآن لا تعطي إجازة دراسية للخارج، متوقفة عن هذا الموضوع بسبب يعني مثل ما تفضلت حضرتك، يعني أصحاب الشهادات العليا اليوم الاختصاصات والشهادات العليا أصبحت بكثرة، يمكن يعني حقيقة نحتاج إلى فتح معاهد، لأن اليوم من ضمن الملاك الوظيفي تلقى أبو البكالوريوس ما يقدر يتنازل، ويعني الأبسط الأمور مثل يغير فد نقطة كهرباء أو غيرها يقول لك أنا شهادتي بكالوريوس. فنحتاج للدرجات يعني الدنيا الأقل من الشهادات. نعم. دكتور حيدر، هل هنالك تقييد للدراسات العليا في الجامعات العراقية هذا السنة بعد ما حصل من أحداث طبعا معروفة؟ هذا الموضوع تشترك فيه جميع الوزارات، لكن قاطرة التخطيط في هذا المسار هو لدى وزارة التخطيط. احنا عندكم يعني ارقام لوزارة التخطيط، لانه اللي فهمناه انه في السنوات الماضية انفتحت دون تخطيط، والدليل انه الشهادات لا سنويا يوجد تنسيق وتخطيط عالي المستوى.
لكن هناك وين مشكلة التعيين؟ ليش ما تعينوا الشهادات العليا إذا أكو وزارة التخطيط على تماس و يعني تقاريرها واضحة؟ أخدم حضرتك أنه وزارة التخطيط معنية بتشخيص احتياجات مؤسسات الدولة لحملة الشهادات العليا. تمام. بمعنى هي تقول أنه مؤسسات الدولة تحتاج مثلاً، هسه احنا خطتنا بالدراسات العليا لهذه السنة هي 11,000. زين. تمام. أعداد المتقدمين إلى الآن يعني حسب إلى حد ما انتهى التقديم 54,000. واضح. نصف هذه الأعداد هم غير موظفين. هذا الجزء، هذا النصف غير معنية بوزارة التخطيط، هي معنية باحتياجات مؤسسات الدولة، ولذلك تعطي المؤشرات الخاصة بمؤسسات الدولة، لأن هي لا تستطيع أن تعطي خطة وفق نوايا الشارع من يرغب ومن لا يرغب. تفسيرك لما حصل هسه صار واضح، ما عندكم تقييد، عندكم أنتوا أرقام تمشون عليها، خطة سنوية، خطة سنوية صار واضح، لا تقيد لا تفتح ولا تسد، أنت هاي تجيك أرقام تشتغل عليها. طيب. بس أريد تفسير سريع دقيقة إذا سمحت. اللي صار شنو تفسيركم إلى كوزارة التعليم عالي وأنتم معنيين؟ ليش هذا العدد من الشهادات العليا اللي ما استوعبتهم لا جامعات أهلية ولا كليات ولا أي مؤسسة؟ لا سيد الكريم، أولا الجامعات الأهلية إذا تراقب حضرتك خاصة منذ قرار مجلس الوزراء الأخير الآن هي فاتحة يعني أبوابها لاستقطاب حملة الشهادات العليا بمختلف التخصصات، والآن الإعلانات موجودة. لكن المشكلة هي بالجامعات الحكومية، رغبة حملة الشهادات العليا أن يكونوا جزء ضمن الطواقم الحكومية في الجامعات، لكن هذه المشكلة تحول أمام انطلاقها، هي عقدة إجرائية، هو غياب الغطاء المالي لاحتضان هذه الأعداد وغياب الموازنة الاتحادية. أنا أشكرك جزيل الشكر والتقدير دكتور حيدر العبودي المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، وأيضا شكر الجزيل للسيد قصي الياسري رئيس لجنة التربية والتعليم النيابي ممتن لحضورك معنا، وأيضا الصديق العزيز حيدر فاروق أستاذ حيدر المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية، شكرا جزيلا لحضورك معنا، وأيضا شكرنا الجزيل لمشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.